سي أنيس جربي، مساعد مدرب نادي الصفاقسي على موقع صفاقسي.نت. سي أنيس، اليوم كملت الحصة التدريبية الأولى في الإقامة متاعكم، باش تقعدوا جماهير نادي الصفاقسي نهار الأحد إن شاء الله. والله ان شاء الله حاضرين كما يلزم، وان شاء الله الاولاد قاعدين سوبر موتيفي. يظهر لي الشوط الثاني اللي عملناه في مع مباراه نجم الساحلي، الشوط الثاني معناتها نبنيو عليه، شوط ممتاز. مباراه بعد الانتصار بتاع مباراه حمام النمف، الاولاد عملوا بون رياكسيون. ان شاء الله مباراه الترجي، ان شاء الله الاولاد حاضرين كما يلزم، وان شاء الله معناتها عاطلين لازم باش نروح بنتيجه ايجابيه. وكما تشوف هاك اليوم معناتها الناس كل سون سوبر موتيفي بحضور سي لطفي عبد الناظر والخيان الكل، معناتها ثم التفاف كبير حول الفريق، فما معناتها روح معنويه كبيره برشا. ان شاء الله الناس كل يكونوا حاضرين، وان شاء الله نوعد الجمهور بالانتصار ان شاء الله.